لكن يبقى هناك الكلام الكثير والمثير في الغربال. اشتري منك مش لما تكون عندك بضاعة. حاجة غريبة جدا جدا. اشتري مني انا، ما قلناها من اسبوعين. كل واحد هقول لك طب اشتري مني انا، دي ممكن تبقى في الخبر اصدقها، لكن في الجزم بنتيجة مباراة دي الحقيقة كانت غريبة جدا. قبل ماتش الاهلي وبيراميدز الناس مش واخدين بالهم ان ده الاهلي بجد، والغريب ان يبقى ده رأي لعيب كورة. المفترض لعيبة الكورة عندهم شوية تحسب في الرأي، لأن دي كورة وده الأهلي. الكابتن عفت نصار شوفوا قبل المباراة كان رأيه الأهلي هيعمل إيه مع بيراميدز واشتري منه بقى. الكابتن عفت ليه رؤية في الدوري ممتاز في فكرة مين سوف يفوز بالدوري. أنا كنت بقول له الأهلي من وجهة نظري أنا الشخصية بالأداء اللي ممكن بيقوم بيه النادي الأهلي. كابتن عفت قال لي نادي تاني خالص. مين يا كابتن عفت؟ أنا اتفرجت على أغلب مباريات بيراميدز وشايف إن أجهز فرقة والفرقة اللي عندها السبير الكويس اللي عندها الدوافع بشكل كبير جدا فرقة بيراميدز. شايف إن بيراميدز السنة دي تتفوق على الأهلي والزمالك؟ السنة دي أتوقع بيراميدز يتفوق على الزمالك والأهلي في بطولة الدوري. الأهلي بكرة عنده الماتش بيراميدز وعنده الزمالك بعد كده. الاهلي لو عمل نتيجه كويسه بكره يتعادل من وجهه نظرك. لو الاهلي عمل نتيجه كويسه إيه بنيت ده على اساس ايه يا كابتن؟ بص، امكانيات اللعيبه هنا وهنا فرق كبير. هذا الجزم يعني انا بفضل تقول اتمنى، هذه امنيه غير مبنيه على شيء. يعني احنا هنا ما قدرناش نقول الاهلي هيكسب طبعا، وما قدرناش نقول انه هيخسر. قلنا لك ان الكوره اعمل اللي عليك مليئه بهذه، وحتى انت قلت لك كالمراه اللعوب لا تستطيع حتى تعطيها ظهرك. وانت علقت على هذا الكلام. فما ينفعش ان لعيب يطلع يقول لك لو الاهلي تعادل يبقى كتر خير الدنيا. على غير امنيه ماشي، اتمنى. هو لو قال اتمنى ما حدش هيزعل منه على فكره، لان هو راجل زملكاوي وبيجاهر بزملكاويته، ولانه كان في وقت ما مش عايز احكي لان اريد ان اقيم الدليل جالك. ما علينا يعني فالكابتن عفت كان لعيب كويس قوي يريد ان يخسر الاهلي وخلاص. هذا رايك. طيب، الراي الفني مقبول، لكن هنا عايز انصح نجومنا الكبار بالذات لما يتصدوا للخبر، والخبر هنا دي مسؤولية صحفية. لما تطلع تقول خبر خد بالك المسألة في الصحافة ليها أبعاد كتيرة قوي. ما أقدرش أقول خبر كده ارتجالي، ما أقدرش أقول خبر سماعي، ما أقدرش أقول خبر مش متأكد الأول منه. الأول بشكل مهني عرف الخبر إخبار الطرف الآخر بما لا يعلم عن واقعة حقيقية، عن واقعة حصلت طبعًا. يعني الخبر لازم أهم أركانها نقول قد حدث طبعًا. ما تقدرش تقول خبر مبني على تكهن. ده هو ده كان يقولوا لنا أنت في الفايف دبليو، أنت أول حاجة منها وط إيه اللي حصل. وين وهوير وهواي وهاو، واخد بالك كل علامات الاستفهام اللي الخبر بيجاوب عليها لكن أساسها إيه؟ هو ايه اللي حصل بس اساسا اللي حصل لكن مش اللي انت متوقع انه يحصل بالظبط. ده ما بقاش خبر، بقى رأي وتكهن.